بغداد أحييكم مشاهدي التغيير، أطل عليكم من جديد في قضية من قضايا الفساد. مشاهدي الكرام، أعود إليكم مرة أخرى وفي جزء ثاني مع الأخ باسم خشان، بعدما شاهدتم في الجزء الأول من هذه الحلقة كيف أنه استطعنا ومن خلال الأصوات الحرة الشريفة والإعلام المهني الذي يتابع هذه القضايا واهتمام القضاء بأن نصل إلى أحكام من خلال القضاء ضد الفاسدين في قضية الثلاجة العجيبة التي دخلت موسوعة جينيس. وأنا قد قلتها في مناسبات عديدة، كلما تقلب في أوراق الفساد تتفاجأ وكأنك تقرأه لأول مرة. بعدني ما خرجت من طلاوة الثلاجة طبيت بطلاوة القريولة. وهذه قضايا لما تثار يهتز لها الرأي العام، لما سرير وما مشترين على أساس أنه هي مادة طبية، مثل ما قال السيد باسم خشان مشتري شرباية ب164 مليون، وعندنا جرحى بقواتنا الأمنية البطلة وبالحشد الشعبي مرات يراد لهم 4000-5000 دولار، نعيدهم للحياة هم أبطال ما نصرف عليهم، ومن نجي نقول لهم نقول لهم يا بقول لك تقشف، الميزانية ما تسمح، الوزارة ما عدها، لكن الوزارة تستطيع أن تسمح تشتري ثلاجة وتزور عقود وتزور مخاطبات بين الشركة ويذهب مال البلد هباء إلى أن ينبري لها أهلها ويتابعون. إحنا لو عندنا كل الزلم التابع مثل ما نعرض إحنا ومثل ما نجيب الضيوف وشلون يتابعون، لا والله قضيتنا مو صعبة بالفساد، وإن كان الفاسدين عندنا وكحوا وما يستحون، بس الحرام جبان بس تطوط ليطير. ومع الأسف مرت هاي الحرامية كل هاي السنين بعد أن أهدرنا فرص وأموال للبناء كانت كبيرة جدا. هاي الفلوس كان سوينا بها رحلات وكان سوينا بها مدارس وكان طيبنا لنا عليل وكان زوانا لنا فقير وكان آوانا لنا يتيم وكان سوينا لنا شارع وكان سوينا لنا سكن وكان زوجنا الماعدة وطينا الماعدة، لكن تركناها بيد الحرامية. ومرات أنا أناشد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنا أحترم القضاء العراقي لكن أنا كمواطن من حقي أن أبدي رأيي. هسه الجماعة من نقولهم مرات يردون يقتلوننا، بس أنتوا على أقل تقدير نقدر نسولف وياكم، يعني أنتم رجال قانون ومثقفين وتفهمون. يعني سيادة الرئيس مجلس القضاء أنا ما أعترض على القضاء لكن أتساءل باستفهام، يعني شنو واحد يبوك 6 مليارات ينسجن 4 سنين؟ شلون؟ وأسأل الدولة شلون البارحة مسجون ومحكوم وبايق ويرجع مدير عام مثل ما حصل بالسماوة ورد مدير عام، ولما انفتحت قضايا المدير العام طلعت قريولة باسم خشان هم هو مسؤول عنها، وأنا ما خليته يروح وأجبرته بالجزء الثاني لأن أنا عندي استفهامات وملفات فساد بعد بها مليارات هم الوليد مسؤول عنه. هذا يفترض ونناشد باسم الإنسانية وباسم المحرومين، هذا الولد اللي حطوه مدير عام ورا ما طلع من السجن، إذا جهة حزبية مرشحته إذا وراء مسؤول أجرها من أذانها واحد ورا واحد واحد ورا واحد واحد ورا واحد، لأن ترى الوليد ما باق بس له، لا وداعتكم أكو جهات أخرى تساني تطيها، وإذا تريد تحقق العدالة ذولا كلهم يجب أن يروحوا للسجن. ما يصير إحنا في كل عمرنا نقدم ضحايا، وترى هو هذا هم ضحية لأن هو هم كل شيء ماكو، ولبسه وحزمه وحطه لقاط ورباط وطوط طيط وبالك وحمايات وصار مدير عام، يبوقوا ويطل الولد جيبوا الوراء حطوه بالسجن أو كفخات ودفرات، ها وشوفوا اللي طلع عن شنو. وبعدين لما تظهر في قطاع مثل وزارة ليش المعالي ما يحاسب؟ شنو ربه واحد لو جايب سك الغفران لو باني لبلد؟ لا، مثل ما تماهلنا في حسابات سبايكر ومثل ما تماهلنا في سقوط المناطق الغربية
وما عندنا سجناء وما حاسبنا الكبير. نفس المنهج يستنسخ، نفس المنهجية تعاد، ونصرخ نصرخ صار سنين يوميا لامين ثيابنا وراكضين من أجل هالوطن حتى يعيش. القضاء العراقي إلى 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 وقفات مشرفة. نعم ندرك، نعم نفهم، نعم نعلم أن هنالك بعضا من أشباه السياسيين وبعضا من أشباه الرجال يحاولون خاسئين أن يضغطوا على القضاء، ولا أنكر أنهم نجحوا هنا أو هناك، ولكن في الظروف الحالية يجب أن الكل يتيقظ ويرى ويسمع أن المرحلة لا تحتمل. أيضا أعود للسيد باسم خشان في هذا الجزء لأستكمل ملف فساد السماوة، والله يساعد أهل السماوة على الفساد بدائرة صغيرة. أرحب أيضا بالأستاذ باسم خشان، هم راح أقول لك هالمرة نائب مع وقف التنفيذ، نائب ما حد يريده. أهلا وسهلا. أهلا بك، أرحب بك والسادة المشاهدين. لكن الحقيقة يجب أن أرد لك الصفة، أنت أيضا نائب ما حد يريدك، ليش أنت مو فايز؟ فايز وكان لازم تكون بالبرلمان من بعد الانتخابات مباشرة. أنت أيضا ما حد يريدك أستاذ باسم، وحياتك. وأنت أجبرتني بسؤال أمام المشاهدين، أنا الوقوف مع أهلي أديس وكلها، طبت بساحة التحرير بين أهلي وبين أخوتي وبمحافظاتي والتليفونات اللي أتلقاها. الإنسان يستطيع أن يخدم في كل مكان، لكن أنا عندي موضوع ثاني وياك. بس فعلا أنت ليش ما حد يريدك؟ يعني أنا أنت عندك قرار محكمة الاتحادية، ويمكن أن تتحدث نيابة عن الكل، لكن أن تمنع من دخول البرلمان العراقي، وأنت قدمت قبل ما نروح وناخذ قرارات المحكمة الاتحادية، والمحكمة قالت صرت نواب، إحنا نقدم ملفات الفساد، شلون يمنعونك وانت عندك قرار منطبق مجلس النواب؟ بس باختصار 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 حقيقة، يعني أنا سبب عدم دخولي أنه سائرون كتلة فاسدة، سائرون كتلة فاسدة ما تقبل يجي واحد مثلي يكشف ملف فساد. أيضا السيد الصدر نفسه متورط في هذه القضية حقيقة. يعني أنا أوجه كلام للسيد الصدر، أنت يا سيد مقتدى سرقت مقعدي وسرقت حق 20,000 ناخب، والله ما يغفر لك هذا الشيء. لا يعني الآن القضية، حتى نكون دقيقين، القضية هو ليس قرار من السيد الصدر. لا هنا الدقة مطلوبة، أنت محسوب على كتلة سائرون. لا لا لا. السيد مقتدى الصدر يعرف هو، لكن هو الذي أصدر القرار بمنعك من دخول البرلمان، مو السيد الصدر. صح. اللي منعك السيد الحلبوسي. لا حقيقة السيد الحلبوسي ودالي سلام مع أحد الأشخاص، قال له بالتحديد، قال له سلم لي على استاذ باسم هواية وقل له أنا ما عندي مشكلة وياه، مشكلته خلي يحلها مع حسن الكعبي. طبعا حسن الكعبي يخضع للسيد الصدر، فالسيد الصدر مسؤول عنه. وبالمناسبة طبعا بالنسبة لسائرون الهيئة السياسية، جزء من أسباب عدم سماحهم إلي بالدخول وتأدية اليمين هو أنه يأخذون نصف راتب السيد رفاه للهيئة السياسية يسقطونه منها، إضافة إلى 2 حماية فضائيين. إذا الآن أنت مشكلتك السيد حسن الكعبي، قد يكون السيد الصدر لا يعلم. لا يعلم. الآن قد علم السيد. هذه إحنا السيد الآن على أصور برنامجك يعني وصل للسيد الصدر، فإذا إذا الآن السيد مقتدى إذا هو يعني متهم. الآن أدرك أن السيد الكعبي، السيد الكعبي هو اللي منع دخولك عندما كلف السيد الحلبوسي. طبعا هو السيد الحلبوسي ودى السلام من بيد من ودى الكلام، حتى يصير الحاجه طق بطق، الحاجه طق بطق. والاستاذ رحيم الدراجي، شيخ رحيم، شيخ رحيم نعم، قال له سلم لي عليه، خلي سلم عليه هوايه وقل له انا ما عندي مشكله وياه، مشكلته مع حسن الكعبي هذا ثابته، وخلي يشوف السيد الصدر شو يسوي. تاخذ عطوه مثلا هم تفصل، يعني حقيقه انت مطلوب السائرون، انت مو مرشح مع السائرون. هم يردوني ادخل على ركبي ازحف، وانا حقيقه ما ادخل الى البرلمان الا وراسي مرفوع. لذلك انا اللي جيت للقضاء، واتصور القضايا اللي اقمتها راح تجبرهم على ان يمتثلون لاحكام القضاء. ايضا من كلامك اريد اخاطب السيد الحلبوسي، سياده الرئيس، الدوله تقاد بهذا الشكل؟ هذا فساد. لا الدوله تقاد بهذا الشكل، روح حل طلبتك وتعال،
ليش هو كلفة عليك ولد صديق قايل له مر على فلان زين هو جاي يطلب منك فلوس رايد يتوظف لو الناس عندها قرارات من المحكمة الاتحادية بموجب القانون وانت اللي ترعى القانون وقالت الناس عليك وليت شاب وهلا هلا بالمروة شنو روح لقضيتك وتعال غير انت رئيس السلطة التشريعية والرقابية وبالقانون وقعدت مع المتظاهرين والآن تنادي بالإصلاح هيك تدار الدولة سيادة الرئيس لأن احنا لما نحكي على الخراب اللي صاير بالعراق وبهذا الكلام الموثق من هذا الرجل هدز له خبر تقول له انا ما عندي شي وياه حل طلبتك ويا سارون شاطلايب الناس الفقراء لما تضيع حقوقها غير يروحون للساده الرؤساء غير يقعدون وياهم زين انتم باكر شلون تواجهون العالم لما عدى قرار محكمه اتحاديه المحكمه الاتحاديه لا تحترم والدستور لا يحترم والقانون لا يحترم والشريف لا يحترم واللي حارب الفساد لا يحترم يا اخي سووا لنا جوازات جناسي صعدونا بلوري وذبونا على وحده من الحدود وخلصوا من عندنا ما راح تخلصون من عندنا بهاي الطريقه لانه اداره الدوله بهذا الشكل عيب عيب اداره الدوله بهذا الشكل تودي له خبر نائب عنده 20,000 صوت اصوات الناس تحرق لان فلان ما يرضى وفلان ما يرضى سياده الرئيس في دول عينك الناس توسمت بك خير تشتغل مع هذا الرجل نائب تشتغل وياه بالمراسله روح حب عمك وصير نائب ومن تحت العالم يزعلون من عته لا هذه حقوق ناخبين وحقوق شعب مرغمين أنتم على تنفيذها وإذا شعرتم أنتم اليوم أقوياء فوق القانون وفوق الدستور وفوق المحكمة لا والله باكر ترى أكو كبوات والعتب يصير مو زين أستاذ باسم طلعني من هذا الموضوع أنا يجوز أسوي لك حلقة ثانية إن شاء الله لكن خليني بطلابة الثلاجة وبعدين أرد على القريولة أنت حضرت الجلسات نعم. المتعارف عليها الوزارة تدز ممثل قانوني عنها أكيد المعالي أو مدير الدائرة أو المفتش العام يقول لي يا بروح والوزارة شافت كل شيء بالمحاضر مو صالح أنا متأكد وبدون ما أشوف أنه المشاور القانوني طلب بضرورة استرداد المبالغ وإنزال أقصى العقوبات بالذين تسببوا بهدر 6 مليار بعد أن أقرت المحكمة أنه 6 مليار مبلغ مهدور لا تقول لي ما صارت طبعا بالنسبة للممثل القانوني إجا دون أقواله بناء على طلب من أحد وكلاء أحد المتهمين لأن المحكمة اكتفت بما مدون من أقوال في مرحلة التحقيق فإجا الممثل القانوني لوزارة الصحة وقرأ قصائد غزل بالمتهمين شو وبالعقد شنو قرأ؟ نعم قرأ قصائد غزل يتغزل بيه بالقاضي؟ لا يتغزل بالمتهمين وعملهم الكبير في هذه الصفقة انه هذه الصفقة نعم أيه. فدافع عن الصفقة دفاع هو شو اسمه كبيرهم المتهم؟ كبيرهم الذي علمهم السحر قصدك مدير الصحة؟ ايه دكتور حسين علي موسى يعني طبيب؟ طبيب طبعا مدير أيه. الصحة مدير عام الصحة فيعني موقف الدائرة القانونية كان في هالشكل وهذا طبعا يذكرني بشيء آخر وهي قضية يعني يتغزل بالمتهمين على الإنجاز الكبير إنجاز كبير طبعا لأنها ثلاجات صحيحة في إدخال صفقة الثلاجات إلى نعم يعني معناها أنه الصحة إدارة الصحة غير وزارة الصحة غير مهتمة باسترداد الأموال ولا تقييم دعوة على أي حال هذا يذكرني بشيء ثاني الممثل القانوني في وزارة في دار الصحة المثنى وراح في دعوة قضية في قضية ثانية قضية أجهزة تقطيع النفايات هسه هذه أنا أقدم هذه الآن الممثل القانوني للوزارة على ثمتك حتى أثبت للتاريخ ثبت. دافع عن مدير صحة السماوة دافع عن الصفقة ودافع عن الصفقة نعم. بأنها شيء قد جاء به إفلاطون لا الحقيقة هو ذكر يعني من أقواله قال أن محكمة التحقيق ارتكبت خطأ بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات كان عليها أن تغلق التحقيق وتكتفي بأن يحالون إلى لجنة التضمين إذا كان هنالك فرق في الأسعار ما يسوى 6 مليارات قليلة 6 مليارات بس هو هذا شوف يعني أستاذ نجم إذا اسمح لي يعني
يعني لحد الآن ما تحاسبت أي دائرة قانونية، أي شعبة قانونية في أي دائرة، على الرغم أنه السرقات تمر بموافقات، مثل ما حدث في صفقة أجهزة تقطيع النفايات. أجهزة تقطيع النفايات يعني تكلمنا بها معك، يعني يا ريت يعرضون التحقيق الإداري في قضية زين. أنا المعلومات اللي عندي، شباب جهزوا لي هذا الوثيقة مال أجهزة تقطيع النفايات، هي هم لها علاقة بالممثل القانوني، هو شاعر الممثل القانوني. الصورة السابقة، لا الصورة الأولى هسه تجهز الصور. يقول هذا العقد ب 7 مليار و 371 مليون 71 مليون. المشكلة بهذا العقد قبل أن تسترسل، يمكن هم الشباب انطونا إياه، المشكلة بالمفتش العام. لا حقيقة هنا المفتش العام طبعا أكو مشكلة، بس إحنا هنا التحقيق الإداري شلون. خلي نجي على الفكرة هذه، خلي الصورة هاي موجودة على الشاشة. شكلوا لجنة تخمين الأسعار، فراحوا ثلاثة. خلينا نعلمهم شنو أجهزة تقطيع النفايات حتى. أجهزة تقطيع النفايات هو جهاز يقطع النفايات الطبية ويسخنها بدرجة حرارة 400 بالبخار، وبعدين يطلعونها يحطونها بكيس وترمي بالنفايات حتى يقتلون الجراثيم بس، وبعدين تروح للطمر الصحي. للطمر الصحي تروح هنا، هاي إذا عندنا طمر صحي. هنا بالنسبة لهاي الصفقة، فراحت لجنة تقدير الكلفة التخمينية اللي هم الآن بالسجن، هم نفسهم اللي كانوا هناك بهاي اللجنة، فقد راحوا وجابوا عروض بأسعار 135 مليون و130 و132، فتم الشراء ب 117 مليون دينار. شلون يصير؟ باعتبار انه هذا اقل عرض 135 130 112، ماكو 117. لا واشتروا بعدين هاي خمنوا انه السعر 130 مليون، بما انه هاي اسعار موجودة. هذا مو عروض، جابوا عروض قالوا السعر الكلفة التخمينية لهذا الجهاز 130 مليون. 130 مليون. اجت اللجنة اللي وراهم اللي راح تشتري، فجاب سووا دعوة مباشرة، جابوا ثلاث شركات، هاي الشركات اجت قدمت اسعار زين، فاشتروا الجهاز ب 117. يخوش اقل من ذني رحمة. رحمة لحد الان رحمة. لا زين، اقرا لي استاذ هذا النقطة 9 بالتحقيق الاداري. هذا التحقيق مال المفتش العام. نعم المفتش العام، شو يقول التحقيق الاداري؟ يقول تبين للجنة التحقيقية ان الاسعار التي اعتمدها قسم متابعة وتدقيق العقود في مكتبنا كانت من خلال المخاطبات الإلكترونية مع شركة استرشرد الألمانية، إحدى الشركات العالمية المنتجة لأجهزة فرم وتعقيم النفايات الطبية، والتي قدمت عرض سعري برسالتها المؤرخة 22/4/2015 إن سعر الجهاز يبلغ 65 مليون و 244 ألف أو 950 دينار. جنبيتكم حاسبينها حتى بالفلس. واصل إلى مطار البصرة مع تدريب 6 أشخاص في فرع الشركة بالأردن أو مقرها في ألمانيا لمدة يومين أو 3 أيام على أن تتحمل الدائرة تكاليف النصب. النصب والاحتيال. النصب والاحتيال. تكاليف النصب والاحتيال. هذا المفتش بعد تشكيل اللجنة. ماشي، هنا السعر إيش قال؟ 65 مليون. أنت قلت رحمة مشتريها 117. ايه هسه 117 و65 الفرق 52 مليون دينار بالجهاز الواحد. بالجهاز الواحد مشتري 63، يعني عندك 3 مليارات وربع الفرق. تمام، 3 وربع بوك. 3 وربع بوك. ايش سوى المفتش العام لما اكتشف انه اكو فرق 3 وربع؟ اذا ممكن الصوره اللي بعدها حتى نقراها. التوصيات. توصيات شباب، هذه التوصيات. لا اقرا انت. غلق التحقيق بخصوص الفارق السعري لأجهزة فرم وتعقيم النفايات الطبية محارق صديقة للبيئة، وذلك كون الأسعار التي تم شراء الأجهزة بها أقل من العروض التي تم الحصول عليها من الأسواق المحلية. تراجع هذا يعني شنو معناه؟ يعني أستاذ خلي نبسطها للسال نجم، نبسطها. هذا التليفون سعره مليون، أنا أروح أجيب لك عروض بعشر ملايين و11 مليون و12 مليون، فإذا اشتريت لك يا بعشرة تدفع ليها وانت الممنون باعتبار العشرة اقل من 11. اي فوين كان سعره مليون؟ غلق التحقيق لان انا جبت عروض ب 11 و 12 و 13 وب 10، جبت لك ب 10 يعني وفرت لك انا فلوس، هو سعره مليون اشتريت لك ب 10 ملايين بس موفر لك لان العروض اعلى من 10. هذا الموجود غلق لا. التحقيق كون الاسعار التي تم شرائها شراء الأجهزة بها أقل من العروض التي تم الحصول عليها، مو ما حصل عروض 132 مليون. أنا ما لي علاقة. شباب
عزيز محمد عفوا اعطيني الورقه اللي قبلها مالت المفتش العام هسه شوف ايه. هنا يقول تبين ان سعر الجهاز 65 مليون. 65 مليون شلون شلون تقول الوراء الوراء شباب اللي بعده شلون تقول غلق بخصوص الفارق السعري غلق التحقيق 52 مليون فرق لا شلون هو انا اسال هسه التناقض في جيد. كلام المفتش العام جيد هسه المفتش العام ما عندنا مشكله به يريد يزور يريد يغير رايه لجنه تحقيقيه ارد اتركها اعتبرها غلطانين ما يفهمون وصلت القضيه الى محكمه تحقيق السماوه محكمه تحقيق السماوه اذا كان ماكو فرق بالاسعار اي يشملونهم اذا ما كان اكو فرق بالاسعار ماكو سرقه اموال الدوله يشملونهم بالعفو من عندها صلاحيه ان تشمل بالعفو لكن محكمه تحقيق السماوه قررت انه اكو فلوس 300 مليارات و250 مليون يجب ان تحال الى محكمه الجنايات احيلت الى محكمه الجنايات المثنى اجى سال الممثل القانوني سال المحكمه سالت الممثل القانوني هذا اللي يقرا غزل لا هذا غير هذا اللي بالسماوه بالسماوه طبعا هو اسمه موجود باعضاء اللجان الممثل القانوني اسمه موجود بال اللجنه الخاصه بالتخمينات لا احدى اللجان احدى اللجان اسمه موجود بالقائمه لكن اجى كممثل قانوني واجى كممثل قانوني ايش قال بال سيرة المحكمة قالت له أكو ضرر على المال العام قال ماكو ضرر تطلب الشكوى على المتهمين قال لا ما أطلب الشكوى فالمحكمة قررت شمولهم بالعفو باعتبار ماكو ضرر على المال العام زين هسه اللجنة التحقيقية لا دقيقة شمولهم بالعفو ليش هو إذا ماكو ضرر هو ما متهم يطلع بريء لا هو أكو مخالفة يعني مخالفات كثيرة بالدعوة يعني هواية مخالفات موجودة ثبت قصروهم التحقيق الإداري قصرهم كثير من النقاط صار بها عقوبات كمل وانا اسالك كمل استرسل فبما انهم احيلوا للمحكمه فقررت المحكمه شمولهم بالعفو على اعتبار انه محكمه جنايات محكمه السماوة. جنايات المثنى نعم محكمه جنايات المثنى شملتهم بالعفو وتركت 3 مليارات و250 مليون تروح دكتور. بالمناسبه اذا ممكن الصوره اللي بعدها بس قبل الصوره اللي بعدها خليني اثبت على الرقم الثلاث مليارات وربع اولا من ثبت ان مستوى الهدر رسميا من الذي ثبت رسميا مستوى الهدر هو 3 مليارات وربع جواب. الورقة اللي قبل هاي ما ثبت السعر 65 مليون والشراء ب 117 اذا الوزارة المفتش العام ثبت الفرق السعري المفتش العام وهنا يقول غلق التحقيق بشأن الفرق السعري اذا المفتش العام الجهة الرقابية ثبتت بشكل رسمي أنه أكو هدر 3.25 تمام؟ أي نعم زين من هي الجهة اللي قدمت هذا الملف إلى محكمة جنايات سماع المثنى؟ أنا اللي قدمت أنت الملف. اللي قدمت أنا قدمت الشكوى زين وبعدين الصحة السيد الممثل القانوني لا يطلب الشكوى في الهدر نعم هو ليش يعني المفتش العام اللي كشف الفرق السعري قال غض النظر عن الفارق السعري يعني تورط اي لا قال خلاص الفارق السعري تركوه ماكو مشكله هنا غلق التحقيق اللي هو 3 مليارات استاذ هو شو يقول غلق التحقيق بخصوص الفارق السعري يعني قال اكو فرق سعري بس مشوها خلي ولن 3 خلي ولن هسه قال خلي ولن المحكمه وصلت لها المحكمه هم قالت خلي ولن بس احنا محكمه جنايات المثنى قالت خلي ولن احنا نقول مو خلي ولن أقسم بدم الشهداء نسلحها من شواربكم معالي وزير الصحة الحالي أنت سمعت ومكتبك الإعلامي مسؤول هاي 3.25 مليار هذا الرجل المشتكي والمفتش العام أحمد الساعدي مو أحمد رحيم الساعدي كان. أحمد رحيم الساعدي والجنات موجودين إيش كم مليار ومليار خلي ولن إحنا إذا ما دريت إحنا اللهم ربي اشهد اللهم ربي إني قد بلغت اكو 3.25 بصفقة صغيرة لا هو الحقيقة السعر مو 3.25 الفرق السعري استاذ نجم الصفحة الجاية الصورة الجاية اذا ممكن الوراها الورا يا شباب عزيز الصورة اللي بعدها هذا العرض السعري اللي انا جبته اتصلت بالشركة الالمانية طبعا عندنا نوعين الالمانية والفرنسية العقد جزئين مسوينه وهاي طبعا مخالفة كبيرة هاي بسفرتك الاخيرة لا مو بسفرتي الاخيرة هاي من زمان بالتليفون خذته فال السعر اللي جبته انا سعر الجهاز الواحد 29 ألف يورو
يعني يصير حوالي 32 او 33 يعني هم مليون. اقل من رقم المفتش العام اقل يعني معناه الفرق الحقيقي نص. طبعا هذا الحكي مع ضمان خمس سنوات يعني هنا الرقم صار 6 مليار يعني الرقم مقدار الهدر بهذه الصفقة على هذه الأسعار يتجاوز 4 مليارات ونص. لا ليش دقيقة هسه تجبته ب 25 تقريبا يعني نقول يعني 30 قول 35 هذا واصل طبعا مشحون بالطيارة وضمان خمس سنوات مع التدريب يعني زاد الرقم الهدر صار بال 4-5 مليار طبعا 4 مليارات ونص تقريبا زين هذا الهدر ثابت فاحنا لما نجي نوصل الى محكمة الجنايات يعني انا ليش اتعب من استاذ نجم انا احيانا اشفق على نفسي يعني انا تارك اولادي وتارك عملي وتارك شغلي واخسر من مالي الخاص وكل يوم انا مسجون على قضية المش طبعا بالمناسبة القاضي اللي افرج عن هؤلاء المتهمين وهدر الاموال العامة هو القاضي اللي حبسني اللي اصدر الحكم عليه 6 سنوات نفس القاضي عدنان عبد الشلال اللي يفرج عن المتهمين اللي يسرقون اموال الدوله ويحبس اللي يجيب الفاسدين بالمناسبه والله شو تطلعك لو خليك وخلصان منك والله مخلصين العالم احسن يعني حتى يطلعون الفاسدين استاذ بالمناسبه انا يعني احدى القضايا اللي تحركت علي قصه القريوله تسميها قريوله انا قلت مات النار الهادئة قلت ربما تطبق النزاهة إخباري على نار هادئة إخباري عن السرير الصور هذا على نار قلت السرير انطبق على نار هادئة انحبست 6 سنوات واللي سرقوا فلوس السرير موجودين طلقاء حبس 6 سنوات حبس نفس القاضي اللي أفرج عنها عن دولة وابو 6 مليارات انسجن 4 سنين 6 سنوات إيه نعم وذاك 6 مليارات 4 سنين إيه بس أنت حظك مثل حظي شوي أحسن اي والله جو شويات انت الحلبوس مدي لك خبر اي مسلم علي اي مسلم عليك اي الكعبي ما سلم عليه زين النتيجه بهاي النتيجه بهاي القضيه هاي راحت بس بالمناسبه اكو دعوه اغلقت بالمحكمه تم شمولهم بالعفو بس اكو نقطه مهمه تذكر تكلمنا عن قصور التحقيق الاداري قصور التحقيقات حتى بالمحكمه طبعا لما اجى التحقيق الاداري راح على المحارق الفرنسية باعتبار انه ماكو وكيل الها المحارق الالمانية الاجهزة الالمانية والحقيقة اهملوا هم الاجهزة الفرنسية من وكيلها وكيلها مكتب الاسكندر صاحب مكتب الاسكندر اسمه اسكندر نور عمران مكتب هذا الوكيل الحصري موجود بالسعدون ايه؟ هذا عنده مكتب ثاني اسمه مكتب الطيف مكتب الطيف اطلع عروض عالية وهو الوكيل الحصري دخل بصفة باسم مكتب ثاني قدم عروض حتى يساعد شركة المزر اللي ما لها علاقة بالأجهزة يا شركة شركة اسمها شركة المزر اللي هي أيضا لها علاقة به يعني الصفقة إليه داخل من برا ليش يعني عنده قوت ثانية بنفس الموضوع فما يريد يكوش على كل الكيكة الكعكة ها ياخذها كلها فحتى يصير صار عنده 3 شركات هاي تاخذ تحط بجيبه هاي تاخذ تحط بجيبه هذه أهملوها حقيقة اليوم إحنا إذا نريد نسوي إجراءات حقيقية لازم نجيب إسكندر نور مكتب الطيف ونجيب مكتب الإسكندر إسكندر ما عنده الشركات الثانية اللي قدمت عروض وهمية حتى تمشي الصفقة هذه الشركات أيضا لازم تجي إحنا المتفقين مع هذه الشركات بالداخل هاي عصابات جاي تشتغل بهاي الطريقة مجموعة مكاتب تتفق على العروض يأخذوا النسب منها ويأخذها الباقي المكتب وتتقاسمها اللجان هذه الإجراءات التحقيقية يعني ذلك أنا استغرب أنه يعني هيئة مثل هيئة النزاهة ما تفهم شلون تجري التحقيقات لما توصل للمحقق القضائي أيضا ما فاهم لما توصل للقاضي القاضي ما عنده وقت يعني تيجي القاضي عندك 300 شكوى بالأسبوع يقراهن أصلا ما يقراهن زين أنا متخصص وأجهز لك إياها خلي أعطيك اسمع مني لا القاضي قاضي النزاهة في تلك المرحلة كان يعتبر نفسه خصم إليه يعني أنا في يوم من الأيام كان حاضرين الإخوان الناشطين المدنيين لما إحنا قررنا أن نوجه مطالبنا إلى سيد رئيس الاستئناف نسلم هي حتى يسلمها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى تدريش قال رئيس الاستئناف رتحتي أتكلم وياه على الإجراءات اللي جاي يصير قال أستاذ باسم لا تحكي أنت خصم قلت له أستاذ إذا أنا خصم خلي أطلع وأنت تحكي ويا الناس أنا شلون خصم للمحكمة أنا مو خصم المحكمة تحقق العدالة أنا جاي أجيب أدلة فساد وأعطيك إياها أنا المفروض أنا أقدم خدمة للمحكمة
بصفتك مشتكي. بس أنا جاي أخسر من مالي وتعرض للتهديد وتعرض للمشاكل مع الآخرين، وبعض اللي اشتكيت عليهم أصدقائي، أصدقائي يعني بما فيهم حتى القاضي، القاضي كان زميلي القاضي اللي اشتكيت عليه. أنا ما أتعامل معه، مشتكي على ناس من نفس العشيرة ومن أقاربي، ومشتكي على ناس من عشائر أخرى، ونشتكي على أصدقاء زملاء بالمدرسة وياي اشتكيت عليهم لما لقيت عندهم فساد. ما جامل بهاي المسألة. أنا لما أخسر علاقاتي مع الناس وأخسر من مالي وجهدي وتارك أولادي حتى ألقي قضية فساد، يجي رئيس محكمة، رئيس المحكمة محكمة الإسلام يقول لي أنت خصوم. وين الخصومة اللي عندي أنا وياك؟ متضرر من هاي القضية رئيس المحكمة؟ رئيس المحكمة ما متضرر، بس هم يعني لين أنا ما أسكت على قضية لما ألقي مخالفة قانونية أروح للإشراف القضائي أقول السيد القاضي. ليش أنت دائما تفترض أنت المظلوم؟ أنا الظالم، شنو مصلحتي؟ أنا عندي مصلحة بيها، أنا جاي ألقي قضية فساد وأعرضها على القضاء، القضاء يتخذ إجراءات، يجب أن يراعي بالإجراءات الوقائع الموجودة. يعني الآن يعني لما تحولت القضية المادة من 340 إلى 318 ودخلت الشركة لأول مرة، لأول مرة تدخل الشركة اللي صاحبة العقد، اللي هي صاحبة العقد، يدخل صاحب الشركة كمتهم أول مرة، والسبب إجراءاتي أنا. خلينا نفكر بطريقة أخرى. القاضي أطلق سراح هؤلاء لشمولهم بالعفو، هذه الله وهذه حكمته. نقطة رأس سطر. نرجع حتى القضية ما تروح فلوسنا، نرجع إلى المفتش العام الذي أمر بغلق التحقيق بإقراره بالفارق السعري. هنا نتشلب بهذا. هذا يجب. ليش طلبت أنت إغلاق التحقيق في الفارق السعري اللي هو 3 مليارات وربع؟ القاضي باشر من 9 سنين يقول لك عمي مجلس النواب صدر العفو، هو مجلس النواب شمله، هو أنا رجال أطبق القانون. هسه نتشلب بالمفتش العام. جيد، طبعا انت بالضبط اشتغلت مثل ما انا اشتغل. لا اسمح لي، الدعوة ضد الدعوة بحق رئيس، بحق اللجنة التحقيقية والمفتش العام موجودة الآن أمام محكمة تحقيق النزاهة في الرصافة، موجود دعوة. بس اكو شغلة ثانية، حتى وإن كانت الدعوة الجزائية قد أغلقت لخلل معين في الإجراءات وأصبح الحكم بات وبعد ما قدر يفتح الدعوة الجزائية، بإمكان دارة الصحة أن تقيم دعوة مدنية الطالب بالأموال من الشركة، بإمكانها أن تفسخ العقد بموجب المادة 124، وبإمكانها أن تضمن المتورطين في صفقة من الموظفين. الحد الآن نقدر نسترد الأموال، بس المشكلة وين الإرادة؟ من اللي يتخذ هذا الإجراء إذا كانت الإدارة؟ أنت الآن دخلت بهاي القضية كمشتكي وكمخبر. نعم. الآن تستطيع أن تفتحها من جديد؟ أنا فتحتها، قلت لك موجودة الدعوة الآن. وشنو إجراءاتها حتى اللحظة؟ لا، الإجراءات أنا قمتها على المفتش العام وأعضاء اللجنة التحقيقية، لكن أنا بصدد تقديم طلب إلى السيد رئيس الدعاء العام لتصحيح القرار التمييزي إذا كانت دعوة مميزة، بإمكان مجلس القضاء أن يصحح القرار ويعيد الدعوة مرة ثانية باعتبار أنه هذا موجود يعني وسيلة من وسائل. يعني ما تشملهم بالعفو؟ أشملهم بالعفو ويأخذون الفلوس. حسنا لو دافعين فلوس مو مشكلة، خلينا نشملهم بالعفو، القانون يسمح لنا، يسمح للمحكمة أن يعني هو شملهم بالعفو مع عدم تضمين المبلغ، ومع عدم تضمين لكم يعني على قولتك داني خلي ولا الفلوس، خلي ولا خلي ولا زين. هي هاي ما الأجهزة تقطيع النفايات هم صاحبها الوليد أبو الثلاجة؟ نفسه أبو الثلاجة والقريولة وكلهم. والله لا فلك هذا أحسب أنت. لا يعني واحد لما يفوت هيك فوتات أستاذ باسم أكيد مسنود. يعني هو بالنسبة لدار صحة المثنى بتوزيع المناصب الدرجات الخاصة هي من حصة تيار الحكمة، فهو من أبناء السيد عمار الحكيم، من تيار الحكمة، هو المنصب لتيار الحكمة. تيار الحكمة ناس معارضين واشتغلون بالمعارضة يعني قابل، يعني الله يستر عارضهم الجماعة المعارضين. يعني ما بس أبدا أفهم يعني هم كل يعني إذا نجي لتيار الحكمة نفسه، أنا مستعد أطلع لك معظم أعضاهم في مجلس محافظة مثلا، وأحد الأعضاء مشمول بالعفو عن خيانة أمانة والآن متهم بقضية رشوة من الحكمة، من الحكمة. الثاني سرق أموال البواري، أنابيب المجاري موجود يعني، وغصب عقارات، كلهم متورطين تيار الحكمة في المثنى.
يعني للأسف احنا السيد عمار يجب أن يصغي إنه أكثر من مرة خاطبنا بشكل مباشر وغير مباشر، قلنا له يا سيد عمار أولادك الموجودين بالمحافظات اختار منهم الزينين وطلع الموزينين، ليش أنتم تمسكون بأسوأ ما عندكم؟ خلوا نفسكم فرصة حتى تنمون وتكبرون وتكسبون ثقة الناس. إيه بس يعني كل مسؤول عن نفسه، لا كلكم يعني راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني هنا هو الآن هذا الشعار مؤجل بمرحلتنا، تدري شلون يعني ساد نجم، احنا للأسف يعني مثلا احنا الزعيم السياسي والزعيم الديني والزعيم ما اعرف شنو، هو اذا كان يعني حقق اولاده من الحرامية فتشي زين قال اوه هذا انجاز كبير، اولادي حققوا هذه المسألة الكبيرة وشوفوا شغلي ويدافعون عن هاي كتلتي وهذا حزبي سوى بهالشكل، لما يسوون حاجه شينه قال لا والله انا ما مسؤول عنهم. وانا هنا أنا يمكن اشكل نقطه اعتراض استاذ باسم، انت بدلا ما ان تخاطب السيد عمار او تخاطب السيد مقتدى يجب ان تخاطب الدوله، الدوله يجب ان يكون فيها وعاء قانوني يضبط الجميع لذلك ويحاسب الجميع. السيد عمار والسيد يشتغلون زعماء سياسيين، اللي يخطئ يجب اكو قانون واكو قضاء مثل السكة يمشي على الكل. سعد نجم أنا يحاسب الكل، يعني أنا متخصص بالقانون وحقيقة يعني معلوماتي القانونية يشيدون بها حتى القضاة، أنا متخصص تخصص يعني استثنائي في قضايا الفساد في قضايا الانتخابات في القوانين الموجودة متخصص، وقدرت أن أكشف قضايا غيري ما يقدر أكشفها، ملاحظاتي على العقود على الإجراءات كلها صحيحة، وهذا باعتراف السادة القضاة. يعني أنا ما حد يقول لي أنت ما عارف بهاي المسألة القانونية ولا واحد، بالعكس أنا يعني أرى حتى القضاة اللي أنا عندي خصومة معاهم يتكلمون على أنه أنا فاهم الإجراءات القانونية بشكل صحيح وقدرت أنا أحقق شيء مهم. لكن للأسف على الرغم من كل معرفتي بالقانون وكل الإجراءات والوثائق اللي يقدمها يجي قرار، لما تقول للقاضي ليش هذا القرار مثلا يا استاذ لا. قال لك انا قراري بي طرق طعن بي كذا، يتكلم بهالطريقة هذه هو متعمد مخالفة القانون. يعني اعطيك مثلا صفقة التغذية مو التغذية الضيافة، صفقة الضيافة في دائرة في محافظة المثنى عندهم ميزانيتين، ميزانية تشغيلية وميزانية استثمارية، صارفين تقريبا 500 مليون بهاي بسنة 2014، 500 مليون على من التشغيلية و400 مليون من الاستثمارية، تقريبا 900 مليون دينار صار فيهن كباب وسمك المن بالتقريب بسنة سنة. وش يقول؟ يقول لإطعام لوجبات إطعام شيوخ ووجهاء العشائر وشعراء وإعلاميين. بربك احنا دولة ما عندنا مدرسة تصرف لك مليار دينار، مليار دينار تقريبا كباب وسمك. ولما اجيت انا قدمت الجداول قلت له شوف يا استاذ بس دقيقة، هذا تحت شعار اقرب طريق الى القلب المعدة، هي بالضبط هي. لما اجيت للسادة القضاة ثلاث قضاة حطيت الجداول بعد ما شملوهم بالعفو دون ان تسترد الاموال، اعطيتهم كل واحد القضاة قلت له استاذ هاي لك وحدة هاي لك وحدة وانا عندي تقف هذا، قلت له استاذ شوف الوصولات الوصولات متسلسله 102 103 104 105 خلال شهر متسلسله الوصولات، وبعدين تجي تقفز 205 206 207 بهالشكل، معناه انه هذا عندهم دبلك ويكتبون الاسعار هاي على اساس فواتير مال المطعم. استاذ شنو اللي صار على اساس دنيمالات المطعم؟ نعم احد القضاه يعني اللي يعني كان جزء من القرار سوى صفق ايده بهالشكل، قال غشنا او قشمرنا ومدير ممثل القانوني مال ديوان الرقابه وش ماله جاي من بغداد، هاي العبارات نفسها انا ما شفتها بهالشكل. قلت له استاذ انت حضرتك طبعا انتم تصورون انه انا راح احزن لان اكو 896 مليون دينار ذني راحن كان ممكن تصير الدوله وراحن، تصور انا راح اضوج. قلت له لا انا ما اضوج من هاي القضيه، ليش؟ قلت له لان انا حتى لو ما ارجحهم للدوله راح يجي حرامي ثاني يسرقهم، لكن انا اسويهن لغرض مهم في نفسي. قال شنو الغرض؟ قلت له استاذ انا اريد لما اقعد الصبح واشوف روحي بالمرايه اقول هذا الشخص اللي امامي سوى عليه، لان ان تكون بالمكان الصحيح، ان تكون بالمكان الصحيح من الحقيقه والتاريخ
هذا إنجاز كبير يعطيك الرضا أو القناعة الأخلاقية. أنا أرد أحقق القناعة الأخلاقية، أرد أسوي الشيء الصح. أما يعني الإيحاء إنه اللي ما يسوي الصح أنا ما مسؤول عنه. يعني للأسف للأسف حقيقة أنا أشعر بالشفقة على نفسي أحيانا، أفكر إنه أنا ضيعت جزء كبير من حياتي دفاعا عن حقوق كان ممكن أن تسترد بشخطة قلم من قاضي. دائما أقول لك شيء حتى لا تأسف على نفسك ولا تتأسف، دائما صناعة التاريخ من الصناعات الثقيلة جدا، وما عندهم ينفذ وحياتك. لكن باكر اليوم التاريخ يكتب الجوجل، بس كتب ناس سنجي بس بتواريخ الناس، يعني أنا من فعل نقاط ورماح عالية تفتخر بها باكر. صار نجم أنا هسه من فعل يعني بربك صار نجم، صار نجم بربك إنه شخص يجي يرجع أموال دولة يحارب فاسدين، يجي القضاء يصير خصم إليه، القاضي يصير خصم إليه، حبسه 6 سنوات على لا شيء، يخالف إجراءات قضائية. خلي أقول لك شغلة بعد قضية النزاهة، النزاهة شو هاي النزاهة صار؟ مطالعة مودينها موقعين عليها 9 موظفين بالنزاهة يتكلمون عني أنا لأن أنا أشتكي، يقول يشتكي يقد كثير التشكي لأن أشتكي على المال العام، النزاهة مشتكية من عندي لأن أشتكي أنا على القضاء الفساد كثير التشكي. يقول بعدين يقول وإن أسلوبه الرخيص، شوف أسلوبه الرخيص إيه أنا أهدد، يعني يقول يهدد بالشكوى على يقول وإن أسلوبه الرخيص لن يثنينا عن العمل وكذا بحياد وكذا. رحت اشتكيت أنا دعوة أمام القضاء، قلت له هذا مو إساءة، هذا يقول عليه أسلوبه رخيص. المحكمة غلقتها، التمييز غلقتها. بالتمييز أنا كتبت قلت يعني أنا هسه دا أجي لقاضي وأقول له يا سيادة القاضي أسلوبك رخيص يقبلها مني ما يحبسني؟ لا يحبسك. زين ليش انا يقولون لي اسلوبك رخيص؟ يعني انت لما تقول لواحد انت اسلوبك رخيص مقبوله ومشت، هاي هيئه النزاهه، هي يعني هيئه النزاهه تحاربني، القضاء يحاربني، زين انا وين اروح؟ مع ذلك طبعا اخلي للامانه. ما تعتقد يعني انت ما راجعت نفسك مرات وتشعر ان لديك اخطاء يفترض ان تعالجها؟ طبعا عندي خطا مهم، عندي جريمه كبيره انا لازم اعالجها. نعم. لازم انا اغمض واسكت مثل العالم حتى اصير خوش انسان. بالمناسبه استاذ نجم انا يعني اشوف انا يعني حتى يعني ما اضيع بهاي المساله، عندك القضيه هاي مال الفلوفاك، هذا الفلوفاك اللي هو الشفط او سحب السوائل. نعم. هذا عقد ايضا كنا نحكي على مكتب ابن المدلله. ابن المدلله شوف هذا قيمته هذا بفساد بالملايين. نعم. هذا العقد من السوا وياه السوا هذا العقيد مش قد الفساد البيه صح، هذا العقيد لشركة. وبعدين شنو فلوفاك؟ فلوفاك يعني فلوفاك باجز، يعني اللي هو سحب السوائل، كيس سحب السوائل. شنو هذا يعني بعد العملية؟ بالعملية مثلا لما يفتحون شيء سوائل فالشفاط يسحبها تروح إلى هذا الكيس، هذا الكيس لازم يكون بفتحة معينة تتناسب مع الجهاز، جابوا كيس ما له علاقة بالجهاز يعني ما يصير ضغط فما تنسحب السوائل. شلون ما تنسحب؟ ما تنسحب يعني لما يكون الكيس ما يركب ما يحصل، يعني ما يحصل فما يسحب السوائل. مو مشكله تتعزل اقلب المريض المريض يقول بعد كيس الى شلون غلطه بالعقد المريض صحيح. هسه ما يجي يحصل كيس ما يلزم يا اخي، يلزم المريض وقلبه والله صحيح ومشيه والله صحيح. هسه تواقف الناس على كل قضيه كيس ما يلزم اقلب المريض على كيس حتى يصل. لا اله الا الله والله صحيح. لا اله الا الله. اشتروا دائرة صحة المثنى، اشتروا مركز الورقاء. انتوا شنو يشتغل عندكم؟ كل شيء ما يشتغل. اقول لك ترى الناس السوداء ما تسمح بس الفوق يشتغل. اشتروا مركز الورقاء، مركز الورقاء اشتروا 6000 قطعة. هو المركز ما يصرف بالسنة 6000 كيس. 6000 كيس. ايه وبسعر 7.5 وسعره اقل من 2000 طبعا. هو هسه خلي الفارق السعر، اشتروا 6000 قطعه ما يستغل. مركز 6000 كيس مركز صحي الورقاء مركز صحي كان مركز صحي بعمليات بصت فيجوز يعني يصير طوارئ يعني يستخدمون كيس المركز الصحي مسموح له يسوي عمليه ما بي غرفه جراحه بالضبط هذا خيار بعدين ابره استاذ نجم الشخص اللي ما اعرف اسمه قوري اخر يعني اسمه الثالث قوري مسؤول لا اسمه ما اعرف ايش قوري يعني اذكر اسم يعني اسم نادر هذا شو قوري قوري يشتغل موظف بدارة الصحة هذا القوري هذا الشخص استاذ باسم انت فعلا ضحكتني من كل قلبي على الرغم من انه الالم كبير
الألم كبير إنه بلد مركز صحي يستخدم هاي الشاس. أنا أعرف هاي الشاس بال 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 بالمستشفيات هسه ياخذ له تشيس تشيسين ثلاثة يمشي حاله يطلع العلاقة بس مو 6000 تشيس ما صايرة. أستاذ نجم يعني يعني حقيقة إنه إحنا على الأقل يعني هاي مشاكلنا إذا ما نضحك عليها نبكي، فإحنا نحتاج أن نضحك، نحتاج أن نضحك لأن حقيقة مثيرة للسخرية والشفقة والاستهزاء ولكل شيء. 6000 قطعة اشتروهم، اجت مستشفى الحسين اشترى 13000 قطعة، يعني صار عندك 19000 قطعة من 2014 الى 19000 قطعه. 19000 قطعه من 2014. هاي صحه السماوي صحه السماوي بس مستشفى ومركز صحي اثنين يعني مو كل مستشفى ومركز صحي. لا عندنا اكثر من مكان بس المكان هاي تخصيصات المستشفى مستشفى واحد ومركز صحي اي دين 19000 خلال فتره اربع سنوات صار فين 1300 او 1400 اربع سنوات اربع سنوات بعدين شاش قد الاكسباير مالته قرب الاكسباير وكان موجود عندهم حوالي 10000 هم يقولون 10000 اكثر من 10000 موجوده قال ذني عندنا زياده وراح يصير اكسباير فش قاموا يسوون قاموا يتلفون بهن قاموا يصرفون 30 وحده باليوم 20 وحده باليوم كل يوم مزيدين يعني هو كان المعدل بالاربع سنوات كان يصرفون معدل للمركز والمستشفى 1 و3 بالعشرة باليوم يعني يعني واحدة وشوية يعني معدل صار يصرفون 30 يعني معنا أخذوا ذب أخذوا ذب يدون يخلصونهن يخلصون منهن طبعا صار تحقيق إداري بيها العرض اللي السيد قوري مقدمة حقيقة يعني قال إنه مزور يعني ممكن يعني يعني هو نكر إنه هو كاتب العرض الطلب تقدير الحاجة قوري مجهز لا هو الموظف مسؤول بالصحة لا هو مو 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 العقد هو مطالعة الشراء طلب الحاجة يعني تقدير الحاجة انه احنا نحتاج هالقد بلجنة المشتريات هو لا طلب قدم الطلب لشراء الـ ها الـ المستفيد ايه لا هو بالمركز الصحي يجي موظف يقول يابا احنا محتاجين هالقد عدد قوري موظف نعم هو موظف اللي سواه انه يفترض انه كاتب مطالعة مقدر بها الحاجة هالقد قطع أي. فهذا التقرير يقول مزور مو انا اللي مسويه فهذا الشخص اتصور انه شلون اكتشف انه مزور هو لما صار تحقيق اداري وياه قال انا هذا ما كاتب الطلب يعني اكو واحد مزوره بس قل لي انت شنو التزوير التزوير انه كان في المطالعه بالصحه حاطين اسمه بيها اي انه احنا نشتري حتى يمشون مقعين مكانه مقعين مكانه هذا الحكي فهو اتصور هو 19 يعني الشخص يعني ما انا اعتذر يعني على الـ يعني الضحك وشي بس يعني حقيقة يعني هو ممكن يكون بريء هذا الشخص فإحنا بغض النظر عن هذا الشيء أنت لا تسألني يقول لي من المستفيد من هذا العقد بس دقيقة التشيز قلت لي ب7000 و500 هذا سعر الرسمي بالسوق هو هذا بالسوق هو سعره يعني تقريبا 1000 دينار يعني هو عبارة عن كيس يعني كيس عادي كيس نايلون تجي من يسحبون السوائل تروح لهذا الكيس يشيلون يدبونه بالزبالة يعني الفرق بالتشيس الواحد 6000 6000 على الأقل في 6000 في 20000 في 20000 احسب انت بس كان اكو نقطة مهمة يعني في مسألة هذا العقد المن العقد لشركة او مكتب الطب الحديث هذا الطب الحديث تملكه سيدة من بنات من المثنى هي يعني لما اسست المكتب هذا بعد شهرين تعينت بالتربية فبعد ما احتاجة يفترض انه هذا المغلق ما مجدد الاجازة زوجها يصير اخو فراس وزير اللي هو محبوس الان اربع سنوات هذا شي يسوي شي يصير منها اخو زوجها حماها ايه نعم فشي يسوي هذا يبرم العقود لصالح هذا المكتب هو ياخذ الفلوس وين يروح يصرفها يصرفها عند مكتب مال صرافة هو عنده اكثر من شركة يسوي العقود إلها هو موظف بالصحة ويأخذ الفلوس يصرفهن وعنده دعوة موجودة بمحكمة بداية السماوة وبيها قرار بالاستئناف وهو قايل إنه هسه هذا المكتب بيش نحقق قانون المال السيدة هذا إذا هاي هاي الصفقة يدان بها صاحب المكتب يدان بها أصحاب المقدمين عروض طبعا العروض مقدمة بخط واحد عروض وهمية الشخص اللي هو هذا فراس يتورط بها لأن معظم الصكوك تروح إلى يعني يصرفها إلى شخصيا هي ما تدري يعني هذا اللي احنا نحكي عليه ابو الالف بفرق 120 مليون دينار
اي بسهوله، هاي صفقه واحده، هذا تشيس نايلون. انت شوف القضيه، شوف القضيه لما تجي تطبق العروض تلقي هذا المكتب عنده عرضين دائما من شركتين نفس يجيبهن، مكتب المغرب وما اعرف ايش يقدمهن نفس العروض، يقدمهن في كل صفقه ذن ثلاث عروض وهذا يشتري ثلاث عروض وهذا يشتري بهالشكل. فقضية تنسيق بين المكاتب، احنا اليوم اذا نريد نرجع اموال الدولة يجب ان نحاسب اصحاب المكاتب، المكتب اللي يبيع والمكتب اللي يقدم عرض مزور. هاي القضية نظرت، هاي القضية انا قدمتها الى محكمة تحقيق الرصافة، باكر ادون يعني يوم الاحد ادون اقوالي بيها وان شاء الله راح تمشي والادلة موجودة. وياهم وياهم ان شاء الله. لا بس اتصور يعني هو يعني على التحقيق الاداري ممكن يطلع بريء الرجل، انا ما اقدر يعني اجزم بها الشغله لان هو ينكر انه المطالعه مالته المطالعه مزوره. انت الان باطلاعك على القضيه، الحلقه الاساسيه اللي ادارت هذه القضيه اللي بيها بوب 120 مليون الاساس بهاي القضيه يعني يعني الدائره كلها يعني المتورطين بها، لجنة المشتريات، لجنة اعتدال الأسعار، ذولا كلهم متورطين يعني. بس خلينا نتكلم عن قضية أعضاء اللجان. حقيقة يعني هم دائما يلجؤون إلى أن يدخلون ناس ما عندهم شيء، ما عندهم خبرة. أنا مثلا في صفقة الثلاجات على سبيل المثال، اللجنة الأولى اللي هي تخلي المواصفات كان بها سيدة يعني من المثنى، هذه متعينة صار لها كم شهر يعني شهر شهرين قبل لا يحطونها بلجنة، فجابوها حطوها ما عندها خبرة حتى يمشون عليها الشيء اللي يردونه. للأسف يعني هم دولة مو بس أقول لك، أنا بقت عندي أربع دقائق، أكو أيضا موضوع لفت نظري بالسماوة، نظارات الفوتو. نظارات الفوتو، هذا نظارات الفوتو هاي يقول لك قضية أيضا نظرت بالمحاكم وصارت بها كثير قضايا. هاي يقول لك النظارات يستخدمون الأطفال الرضع لما يدخلون بالحاضنة للخدج. هسه احنا حتى باسم الرضع باقونة، باسم الدين الشاعر باسم الدين باقونة الحرامية، وباسم الرضع باقونة الحرامية، وباسم الخدج باقونة الحرامية، يعني وباسم المرضى باقونة يعني الحرامية. مدى افهم بدي اقول لك، انا قايل بالمقدمة ومقدمات كثيرة ودائما اذكرها، البوق عندنا ما يشبه ماشي يعني غريب. استاذ نجم هاي صفقة، هاي النظرات هي شنو هذه؟ لما يحطونها بالحاضنة الأشعة موجودة حتى يعني ما تتأثر العيون، يغطونها يوم يومين يعني. شلون يلبس المناظر يومين؟ لا هي قطعة تغطي العين. فحتى بإفادته دكتور راغب لما أجب هاي القضية قال إحنا هاي أصلا ما نشتريها، لأن إحنا نكتفي حتى نحط خاولي على عينه الطفل ما يتحرك إلى أن نطلع، ما عندنا مشكلة بيها، ما محتاجين أصلا. هي إجا تقرير ديوان رقم المالي قال سعرها 1000 دينار، اشتروها بيش ب15000. مو بس هذه الصفقة ألغاها دكتور راغب، قال هاي صفقة راغب منه؟ راغب مدير الصحة السابق لغاها، قال هاي صفقة بيها فساد وما نحتاجها. قال المستشفى، احنا المستشفى كله ما يعني ما يستهلك 200 قطعة بالسنة، هم مشترين 3000. شلون اشتروا 3000؟ اجا كاتب المطالعة دون اقواله، هي 100 حطوا صفر صارت 1000، حطوا ركزتين على الواحد صارت 3، الماء سووها 3 وفقط سووها حطوا فوقها آلاف صارت 3000 فقط. فإجا الكاتب المطالعة قال أنا كاتب 100، إجا المسؤول الإداري قال أنا جتني 100، بعد شلون صارت 3000 ما ندري. انلغت الصفقة، إجا المدير هذا اللي انحبس اللي هو محبوس حسين علي موسى رجع عاد الصفقة. الصفقة لمن؟ الصفقة لمكتب آسيا. مكتب آسيا يرجع لمن؟ إلى مثنى، دكتور مثنى، يا مثنى مثنى هذا ابن اخت عضو مجلس محافظة. اي فهذا العقد ثبت به التزوير وثبت عدم الحاجة وظل تاهات بالمخازن وما حد رايدهم، والإجراءات كلها خطأ وكلها كل الأخطاء الموجودة، وتم غلق الدعوة. يعني احنا ما جاي نفهم هاي. انت هم انت اشتكيت بيها وهم اشتكيت بيها يعني هي. تدري انا يعني انا عجيب يعني انا انحبست مرتين والحرامية ولا واحد محبس. زين انت هسه من قلت للسيد القاضي ما هذا الدكتور راغب مو ما استشهدت بيه اجيت دون اقواله، قال انا ما محتاجهن، هو عنده كتاب الغى بيه الشراء ورجع مرة ثانية الغوهن. الصور هن داخلات المخازن قبل لا يدفعون فلوس. زين اذا هو الغى الشراء وفي وقته تم الشراء، من وافق على صرف المبلغ؟ لا بعده، لا بعدين طلع هو اجى مدير ثاني. هذا الوليد الجوره والثلاجه بالقريه، نعم نفسه اجى مشاها الصفقه مره ثانيه. هسه الصفقه ثابت بيها الفساد، ثابت بيها السرقه والغلط. يعني هن هي المنظره بيش هن. بس خليني اقول شغله، ذني هن كرتون هيك هالقده، كلهن ذني النظارات كرتون هالقده. زين سعره 47 مليون
47 مليون دينار فرق الاسعار. الفرق بالاسعار ليش قد 44 مليون. يعني هسه 3 يعني هن ب 3 ملايين صار ب 47 مليون. يعني انت بقول لك مليون يعني على هذا ملايين 4 ملايين 5 ملايين 10 ملايين 43 44 مليون بكرتونه. استاذ نجم انا تجيني هوايه قضايا بيها سرقه اتنوع عليها اشوفها يعني بيها 10% زياده بيها 20% زياده حتى ال 100% صرنا نتركها نقول يعني قليله 100% ماكو بوق هم 100% ب 6 ملايين. يعني احنا ما يعني طريقه السرقه سرقه يعني طريقه مستهتره حتى مستهترين بالسرقه ما معقوله هالقد. انت تجي 3 ملايين تحولها الى 47 مليون وشلون يعني تزوير واضح. اجى كاتب المطالعه طبعا بالمناسبه قصه هاي كاتب المطالعه دوى الاقوال الابتدائيه قال انا حسيت بالزياده شعرت انها قليله كتبت 100 وشفتها قليله سويتها 3000 اول هاي بالافاده الابتدائيه كاتب المطالعه. فاجى بالمحكمه انا موجود بالمحكمه والمحقق موجود قلت له عيني انت هذه بالنسبه لك براحتك شو تقول قول بس هذه بيها كتابه خط هنا باكي شلون يعني مضاهات الخطوط هذا خطك. قال لا والله مو خطي. خط من؟ قال انا ما ادري انا كتبت 100 فرجع قال لي خافوا يحبسوني. رحت للقاضي قاضي رائد وليد قلت له استاذ رائد هذا هيك يقول وحتى سمى الشخص اللي يعني قال له قول بهالشكل من دائره الصحه بالقانونيه. اي فقلت له هذا هيك يقول رائد قال خلي دون اقواله مثل ما هي دون اقوال صحيحه. فاجى امام القاضي امام المحقق قال انا كتبت مطالعه 100 قطعه وبعدين هم غيروهن من يمهم. قال اتصل بيا واحد قال احنا غيرناها سوينا 3000. قلت لهم براحتكم غيروا المطالعه تزوير لا جابوا اللي زور المطالعه طلعوا براءه طلعوا الجماعه شملوا العفو. انا وقتي خلص. استاذ باسم خشان شكرا جزيلا لك على هذين الجزئين. شكرا لك وشكرا لكم مشاهدي التغيير. اتواصل معكم في حلقات اخرى باذنه تعالى. تقبلوا تحياتي.